بداية حابب أوجه الشكر للقيادة السياسية في الدولتين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي على رعايتهم ودعمهم الكبير لهذا المشروع. ولولا دعمهم الكامل وتوجيههم للفريقين بالإسراع بتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي. المشروع زي ما قلت لحضراتكم شراكة ما بين الدولتين الشقيقتين اللي بتربطهم علاقات يعني أخوية واستراتيجية، وإن شاء الله ندعو الله إنها تكون موجودة إلى أبد الدهر. الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي الجهة المعنية دائما بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة واللي بيرأس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي. فمرة أخرى الشكر للقيادة السياسية على دعمهم ورعايتهم لهذا المشروع، وأيضا الشكر لفريقي العمل من الجانبين اللي أنا عايز أقول لحضراتكم وصلوا الليل بالنهار علشان النهاردة نبقى واقفين قدام حضراتكم وإحنا بنحتفل بإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة جدا وعلى المشروع الكبير اللي احنا بنتكلم عليه لتنمية منطقة رأس الحكمة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية اللي الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص. بنخصص أرض للمطور، والأرض دي الدولة مقابل هذه الأرض بتاخد مقدم نقدي وأيضا يكون ليها حصة من أرباح المشروع عشان نعظم من أصول الدولة. الكلام ده احنا عملناه في أمثلة ناجحة جدا في كل مع كل المطورين العقاريين، ولكن كان بيبقى على مستوى كومباوند أو تجمع كبير ممكن يبقى موجود بعدة آلاف من الأفدنة، ولكن لحجم وقدر الدولتين احنا بنتكلم على حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، حجم مدينة كاملة وهي منطقة أو ما يطلق عليه مدينة رأس الحكمة الجديدة اللي هتبقى مساحتها عشان حضراتكم تبقوا عارفين بنتكلم في 170 مليون و8 من 10 متر مربع، يعني أكتر من 40,600 فدان. هذا التجمع العمراني شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم شركة رأس الحكمة تكون شركة المشروع وستكون شركة مساهمة مصرية، ستكون هي الشركة نقدر نقول زي الشركة القابضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع. المشروع ده هيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة، مدارس، جامعات، مستشفيات، مباني إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة هيبقى فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية عشان المدينة، بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال علشان يستقطب الشركات العالمية اللي بتبقى موجودة من كل حتة وهتبقى بترغب إنها تبقى متواجدة في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك المدينة هيكون فيها مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية علشان السفن السياحية اللي بتبقى الكروز اللي بتبقى موجودة في البحر المتوسط تقدر إنها تستفيد من المارينا الكبيرة اللي موجودة.